اهلا بكم في حلقه الامس تحدثنا عن الصلاه تحدثنا عن امور كثيره تتعلق بالصلاه ولكن اليوم سنتحدث بمشيئه الله عن ترك الصلاه وحكم تارك الصلاه وهل هم انواع وهل كلهم في العقوبه وفي الجزاء سواء هذا ما سوف نعرفه من فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بفضلتك مولانا يعني آآ الايه الكريمه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نحن امام ايه في كتاب الله وكذلك في السنه النبويه المشرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. هنا هل يجتمع هنا الاثم او تجتمع العقوبه وتتطابق فيما بين من يسهى عن الصلاه او يسهو عن الصلاه وما بين ترك الصلاه عمدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الصلاة عماد الدين نعم. الصلاة شرف الله سبحانه وتعالى شرفنا به قبل أن يكون تكليفا نعم. كل تكليف كلفنا الله به فهو تشريف والصلاة على قمة التكاليف فهي على قمة التشريف نعم. سمح لي بالزيارة سمح لي أن أنجيه أن أذهب إليه فأسجد أمامه وهو رب العالمين رب السماوات والأرض فالذي يرى في 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 الصلاة أنها تكليف وأنها عبء هو غافل وقلبه لم يتحقق بعد بمعنى لا إله إلا الله ولذلك الذي يعرف حقيقة الصلاة ويفهم معناها أن ملك الملوك أذن لي أنا شخصيا ان اذهب اليه وان اطرق بابه وان اقف بين يديه ده حاجه كبيره جدا ده لما واحد بيدعي لاستاد مليان بالجماهير سيحضره الحاكم ولا الملك ولا الرئيس ما فرحان طيب ده ملك الملوك يا مغفل البعيد فاذا احنا لو فهمنا بس الحكايه ديه هنعرف قيمه الصلاه تارك الصلاه غافل لكنه قد يكون قد تركها سهوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن امتي السهو والنسيان وما استكره عليه او الخطا والنسيان وما استكره عليه فلما انا اعمل حاجه وانا تحت تهديد السلاح مكره يعني او اعمل حاجه سبحان الله وانا ناسي فأنا قاعد معاك وناسي إن أنا صليت ولا ما صليتش يعني فناسي ده لا إثم عليه لأنه ناسي ساهي لكن الذي يؤخر ويقول مش دلوقتي في يعني الدنيا عجلة استنى شوية واستنى استنى لغاية الوقت ما يطلع هو ده الذي ينطبق عليه تارك الصلاة عمدا وبعدين بقول له أنت مش هتصلي بعد ما طلع الوقت قال والله انا مذنب انا بس انشغلت في اللعب وفي الحاجه زي كده وفي الكلام وفي الدنيا فده بنسميه تركها كسلا وحينئذ فهذا من الجرائم الكبيره والفسق العظيم هل هذا مولانا من ينطبق على الايه الكريمه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون اي ان هذا الفرد يصلي ولكنه قد لا ينكر الصلاة لا هو طب. لا ينكر الصلاة يعني نعم. هو ابن عباس يقول الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم نعم. ساهون طبعا الواحد يأتيه السرحان في الصلاة والنبي عليه قال إن من لا, لا ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها يعني نعم. فممكن واحد يبقى له العشر الربع التلت النص كذا. كلها لما يعقل لا. لما يركز معانا لكن الساهي عن الصلاة ده نوعين برضه هو ساهي وهو متذكر إن في صلاة والتاني يا عيني خدته الدنيا ولا فاكر إن في صلاة ولا فاكر أي حاجة وده تلاقيه موجود في الدول اللي ما فيهاش أذان ما هو مش عارف ليه مش من نهار الظهر من بتاعه وساهي كده وكمان هو ما عملش لروحه برنامج م. يدخل نفسه في الصلاه. طبعا الصلاه مفروضه عليا سواء أذن المؤذن ولا لا ولا اتقطعت الكهرباء فما فيش ميكروفون ولا في ميكروفون سمعت أو ما سمعتش فالصلاة دي لازم أعمل لها أنا برنامج أعيش فيه. النوع الثالث اللي هو فيه خطورة اللي هو منكر الصلاة. بيقول صلاتي ما ده كان زمان وجبر اه ده كفر ده باتفاق لان الصلاه عماد الدين والصلاه هي اللي خلتنا امه واحده لغايه دلوقتي لان احنا بنلتف حول كعبه واحده بنعمل دايره اللي في الهند بيروح الغرب واللي في مصر بيروح الشرق علشان نعمل دايره كده عليها في صحيح. آه العالم كله صحيح. يبقى اذا هناك من يتركها كسلا باستهانه وهناك من يتركها كسلا بغفله وهناك من يتركها جحدا اما الكسلان فهو اثم كبير وجريمه عظيمه واما هذا الذي يتركها جحدا وعنادا واستكبارا على الصلاه فهو كافر ليس مسلما بعض بعض الاشخاص ربما من من السيدات ربما تكون يعني مشغوله بالمطبخ او بالاولاد او ما الى ذلك و... الظهر اذن وقد تكون مشغوله في امور البيت حتى ياتي وقت صلاه العصر وفجاه تجد نفسها ان فاتها فاتتها صلاه الظهر فهل في هذه الحاله هي ينطبق عليها الايه ويل للمصلين هل هي تستحق الوادي في جهنم والعياذ بالله هو وادي ويل لا هو اصله فويل للمصلين فويل للمصلين دي لما يكون صفتهم كده لما يكون كل يوم بتعمل كده آه. آه. لكن مره اخطات نسيت غفلت مم. تكسلت وقالت هاجل بعد 10 دقايق بعد وبعدين اتسرسب منها مزبوط. الوقت فدي ترجع مره تانية وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتشتغل نعم نعم فاذا ربنا كريم لكن برضو احنا بنقول ايه ان دي ضيقت على نفسها مم. خير كتير لا. انا مش عايز ادخل لها من انك انت هتروحي ويل لا مم. ده اللي هيروح ويل ده اللي متعمد مم. اللي هو مستهين اللي هو مستهتر اللي دي طبيعته ما بيصليش اللي دي طبيعته وقته. اللي فيه تكرار واصرار واصرار تكرار واصرار مم. لكن المسكينه دي اللي في المطبخ فتسرسب منها الوقت مم. او تسرسب مم. منها آه الزمن علشان الخدمة بتاعتها لأسرتها وكذا لا دي بننصحها وبنقول على فكرة ضع منك حاجات كتير جدا تخيلي ان في جايزة كانت مستنياكي مش كنت هتنزعي نفسك وتفتحي الباب عشان تاخدي الجايزة صحيح ادي الدنيا هي طب دي, دي ضع منك حاجات كثير ولذلك في الحديث انه من ترك العصر فكأنما وتر أهله يعني كأنه هلك أهلك أهله أو انه هو فقد أهله لا. <applause> ايه رايك في المصيبه دي دي مصيبه كبيره قوي طب ما انت طبعًا دي مصيبه كبيره قوي وهكذا فاحنا واحنا بنخاطب ربنا وهو بيخاطبنا عن طريق الكتاب والسنه بيدخل لنا برضو من مداخل الحب مش من مداخل العذاب فقط العذاب ده مستحقه معروف المعاند الجاحد اللي قلبه اسود يعني لكن اللي هو على باب الله ده هو يعني نرجو له التوفيق وبنقول له ارجع دفاتك خير كتير نعم. هل من يصر على فكرة التأجيل وترحيل الصلوات أو نجد فرض يصلي الأربع أو الخمس فروض في مع بعض هل هذا الشخص إثمه كإثم تارك الصلاة هو طبعا تارك الصلاة لأن في ناس احنا شفناها بتصلي الصبح بس م. ومفهومه ان يعني كانه بيقول صباح الخير يا ربنا وخلاص في ناس تصلي الصبح ولما ترجع البيت بعد الشغل العمل الشغل قوم تصلي الصلوات الاربعه التانيين بيحصل نعم. في ناس تانية بت يعني مزنوقه وكذا الى اخره فدي ليها حل الشريعه عملت لها حل فانا عايز اقول لك هم درجاتهم عند آه ربهم يعني ما همش على درجه واحد طبعا اللي بيسيب الصلاه خالص كسلا غير اللي بيصلي على فرض ويسيب فرض غير اللي بيصلي الجمعه ولكنه الباقي بينتقي منها ما تيسر وحاجات زي كده ده كله ده خطا لان احنا الصلاه هي عماد الدين وترك الصلاه جريمه كبيره يجب علينا ان احنا نبتعد عنها و تارك الصلاه يعني لا يبارك له في صحته، في اولاده، وفي ماله، وفي وقته، وفي عمله، واحنا نريد خاصه في هذه الايام البركه. نعم، البعض يا مولانا بيتحجج بان قد تكون مهنته لا تتيح له فرصه ان يصلي. يعني لو قلنا مثلا رجل رجل مرور مثلا او عسكري مرور واقف في الشارع او جندي واقف على الحدود او واقف في يعني دي المناوبه بتاعته واقف في المكان ده فمش هيقدر ممكن يفوت عليه او ياتي عليه فرضين لا يستطيع ان يتفرغ لاداء الفريضه في هذا الوقت ماذا عليه ان يفعل ومعانا برضو امثله ثانيه مش عسكري مرور بس ولا عسكري جيش نعم. بس احنا معانا كمان طبيب نعم اللي بيعقم نفسه وكذا صحيح. وبيدخل علشان ينقذ حياه الناس ممكن وكذا وكذا خمس ساعات واكثر اه صحيح. وما يعرفش يخرج ما, ما, ما ينفعش يخرج طب. فهنا النبي عليه السلام يعني خفف عننا في الحدوته دي وكان كما في حديث ابن عباس في مسلم وغيره انه صلى بالمدينه ثمانيا وسبعا يعني الظهر مع العصر لا. والمغرب مع العشاء من غير عذر من مطر ولا مرض مفيش لا مطر ولا مرض ولا هو مريض هو صحيح مئه في المئه فقالوا لابن عباس ولم فعل هذا قال لكي لا يجعل على امتي من حرج آه. يعني صح. اذن والعلماء خدوا من هذا ان الصلوات كما هي موجوده في المواقيت هي عباره عن ثلاث اوقات اجمالا الفجر والظهر والعصر دول وقت واحد م. مع بعض م. ولذلك بنجمعهم في الصلاه في السفر في السفر مظبوط والمغرب والعشاء مع بعض لا. طيب يبقى احنا ثلاثه اجمالا كده م. صحيح دي مواقيت الناس ما تعرفش الكلمه دي ليه لانه العلماء خايفه على الناس عشان ان عشان. احنا نقول لهم كده فيستمرقوا اللي احنا بنقول لهم لا ده ده ليه الحاجه يقول الامام النووي بعد ما قال الله هو عمل كده ليه؟ مم. في الاخر قال بشرط الا تكون عاده يعني مم. ما يعملهاش استسهالا كده. فالطيار والمريض والطبيب والجندي و و الى اخره ممكن يستغل الحديث ده اللي اخرجه مسلم وقال بالجمع بين الصلاتين في الحضر تسعه من التابعين من ائمه التابعين والف فيها الشيخ احمد بن الصديق الغماري ازاله الخطر عمن جمع بين الصلاتين بدون عذر في الحضر نعم في, في في مكان اقامته في مكان اقامته ويجمع الصلاتين ظهر وعصر ومغرب وعشاء مع بعض صورتها ايه انا راجل طبيب وهدخل العمليات الساعه 2 وهفضل فيها تسع ساعات اتنين وتسعة هنبقى 11 م. وما الظهر والعصر قبل ما ادخل اه يصليهم هنا مولانا آآ آآ جمع اربعة واربعة جمع تقصير جمع, جمع. مفيش قصر مفيش قصر يعني يصلي اربعة واربعة اربعة واشر. اخلص واصلي اربعة ويصلي اربعة م. وادخل العمليات بتاعتي واقضي الله يكون في عونه التسع ساعات م. واخرج بقينا الساعة 11 بالليل م. اصلي المغرب والعشاء نعم وكده مش قضاء كده حاضر ده لو في اضطرار هنا اهو زي ما احنا آه. بن سعاده الطبيب أي. الجراح اللي أي. بيضطر الى هذا نعمل كده نعم. نجمع نعم. الظهر مع العصر تقديما نعم. والمغرب مع العشاء تاخير نعم خد الصوره التانية م. انا ماشي في وسط البلد بالعربيه انا سايق واذن علي المغرب لا اعرف انزل ولا اعرف اتحرك ولو نزلت هزيد الدنيا زحام ومش هلاقي و... حتى مكان ممكن, ممكن اصلي فيه مفيش زاويه قريبه او مسجد قريب لا الزاويه قدامي اهي تمام ماشي واحنا ماشيين خمس تمام. خمسة آه. سم خمسة سم مظبوط فضلنا للحاله دي لغايه ما اذنت العشاء وانا اول ما تاذن المغرب وانا في الحاله دي والدنيا متلبده وما اقول في قلبي ايه؟ نويت جمع المغرب مع العشاء. وانا عارف ان المغرب هيفوت عليا، وانا كده هستحق وانا في قلب علي. الزحمه لا الحكايه الواحد يقول العينة قبل قبل اذان العشاء ما يهل يقول نوي. ان انا هقوم دلوقتي واجمع آه. بين السلاطين. خلاص. امم بقت حاضر ويجمع آه. المغرب مع العشاء ولو الساعة 10 ولا الساعة بس هنا مولانا برضو يكون مضطر يعني ما هو, هو في عطلة في الشارع أو على المحور وتقول ما, تقوليش و... و... ما تقوليش مضطر دي اه حاضر ليه بقى آه. ما تقوليش مضطر دي؟ أنا لأني بضرب الأمثلة أهو يعني أنا مش عايز أصل كلمة الاضطرار دي يعني هيفقد حياته لو إنه هو نزل مثلا وصلى جنب العربية هيحصل إيه يعني؟ هتحصل أزمة لكن مش هيفقد حياته ولا حاجة مظبوط فأنا مش عايز أقول الاضطرار تمام أنا عايز أقول إنه مم. لازم يحافظ على صلاته إن اللي أنا بقوله ده مش بيخلي الناس زي ما كنا معتقدين زمان إنهم ما يحافظوش على صلاتهم لا ده بيخلي الناس تحافظ على صلاتها أنا في بلد أنا مقيم وكل مم. حاجة في أمانة الله شيكاغو مم. شيكاغو دي حاجة عجيبة جدا طول كده 160 كيلو في كده 100 كيلو مم. يعني انا لو كنت هنا وبيتي هنا وشغلي هنا مزبط. يبقى ان شاء الله مش هصلي مم. فاللي بيحصل كده قبل ما انزل من الشغل اصلي المغرب الظهر والعصر وامشي بقى المسافات العجيبه الغريبه مزبط. دي لغايه ما اوصل البيت اصلي المغرب والعيش وهكذا مم. فلما طلعنا حديث مسلم ده وعلمناه للناس ابتدوا يحافظوا على الصلاة ليه؟ لأن الناس بتغلبها الحياة 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 بتبقى غالبة عليها لا. لا. فلما مش عارف يصلي بيترك الصلاة مظبوط مش بيترك الحياة آه. آه. مش بيروح ينتحر م. لا ده هو بيترك الصلاة م. فبنقول له لا الصلاة ممكن تؤديها شرعا بالطريقة دي طيب أنا شغال من الساعة آه 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 ستة الصبح لغاية الساعة ستة مساء. بعد العصر نعم. ماشي أدام شغال كله ده لأنك جندي واقف في وردية وماسك السلاح بتاعك بتحمي البلاد والعباد يبقى أو لأني طبيب أو لأني أي حاجة من الصور اللي قلناها ده مزبوط. يبقى نأخر الظهر مع العصر يبقى إذن ينأخر الظهر مع العصر ونصليهم مع بعض ينقدم العصر مع الظهر ونصليهم مع بعض يبقى الحكاية اتسعت شوية صحيح بدل ما الظهر ثلاث ساعات ونص أصبح الظهر سبع ساعات وهكذا اشكر فضيلتك جزاكم الله خيرا يعني فعلا حضرتك بتضيء لنا بعض الاشياء التي لا نعلمها وربما نحن نشعر بثقل او نشعر بالذنب نتيجه لبعض المواقف لا كل اضطرار لكن بعض المواقف ونحن نغفل عن هذه الحقيقه وهذه الرخصه جزاك الله خيرا بعد الفاصل ان شاء الله مشاهدينا سنكمل الحديث حول اشكال اخرى من ترك الصلاه ولكن المتعمد لترك الصلاه هل يباح دمه؟ هل يهدر دمه؟ هذا ما سوف نناقشه مع مولانا بعد الفاصل ابقوا معنا